وهذه سيدة تقول: زوجي يعمل في وظيفة تستدعي وجوده في مكان العمل نصف الشهر، والنصف الآخر يقضيه في إجازة، وتعرفت على أحد الأشخاص وقامت بيننا علاقة امتدت إلى الزنا، وحملت وأنا متأكدة أن حملي هذا ليس من زوجي، فبعد ولادتي ماذا أفعل؟ هل ينسب هذا الحمل لزوجي أم لعشيقي؟ وخاصة أنني لا أستطيع البعد عن عشيقي مع العلم أن زوجي يحبني بجنون، فماذا أفعل في هذا؟ هذه المرأة متأكدة من أن هذا الحمل ليس من زوجها، لكنه ولد على فراش الزوجية، فهو ينسب إلى الزوج لا إلى الزاني، ما دام الزوج لم ينفه عنه، فإن نفاه كان اللعان المعروف، وينسب لأمه، ويفرق بينها وبين زوجها، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر أي الرجم، وقوله: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. فإذا أقرت هي بالزنا وجب رجمها دون حاجة إلى اللعان الذي تدعي فيه براءتها من الزنا، والله أعلم.